من على ضفاف نيل القاهرة الساحر ومن أمام نادي الأهلي فرع الجزيرة بنصبح على كل حضراتكم وأهلا بيكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله تستمتعوا معنا بكل أخبارنا وبكل موضوعاتنا وبكل فقراتنا اللي إن شاء الله نستضيف من خلالها ناس كده هتعجبكم لقائنا معهم إن شاء الله. صباح الفل عليك. صباح الخير عليك يا كريم وصباح الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وآخر الأسبوع بقى من 10 الصبح في الأهلي 4/8/26/8. قبل ما نبدأ خلينا بس نتكلم عن فكرة حلقة النهاردة والسؤال المطروح على السوشيال ميديا. امبارح احنا كنا اتكلمنا عن ليه أو مين بتعتقد في عيلتك أو كم واحد كسول إن هو يمارس رياضة. النهاردة احنا عايزين نستكمل نفس السؤال بس الشخص بقى رسالتنا للشخص اللي هو نفسه الكسول ده. هل حضرتك بتعتقد إن كسلك ده راجع لأن مثلا مفيش وقت ولا مفيش طاقة ولا مثلا مفيش فلوس ولا إيه السبب بالظبط؟ وإحنا الأسبوع الجاي بقى هنربط إن شاء الله الإجابات بتاعت حضراتكم بأخصائيين هيكونوا معانا في التغذية وكمان الصحة النفسية الرياضية دي كده أو ده ملف في غاية الأهمية هيساعد إلى حد ما ونحاول من خلال يعني ضيوفنا إن إحنا نوصل في الآخر نلاقي حلول. إحنا ليه يا جماعة يعني الثقافة حوالينا بتتغير لكن إحنا لسه ما زلنا مش عارفين نتغير من جوانا وبالعكس دي حاجة كمان هتفيدنا كلنا لو إحنا مارسنا رياضة. فيعني بنحاول كده ابعتوا لنا من دلوقتي وإن شاء الله الأسبوع الجاي نقدر نرد.